برنامج صوت وصورة. اليوم احنا الحين في مدارس الرواد العالمية، سنتكلم عن يومهم. اليوم بيسمونه يوم تجار الرواد، فاليوم هذا اليوم الطلاب يقدمون فيه الأطعمة ويبيعونها بفلوس. خلينا نشوف كل طالب ايش كيف صار معاه الموضوع. فصل 4B. طيب عجبتك الفكره حق اليوم انه تجار الرواد؟ يعني انت ايش اكثر شيء عجبك فيه؟ اكثر شيء عجبني فيها هو ان ينمون فكره ينمون في الطالب فكره البيع والتجاره. يلا تبغى تبيع؟ ورينا كيف تبيع. ها عندك ريالين؟ اي ريالين عادي. صدق خلاص عشانك خذها، عطني ريال بس عطني ايه. هذا كرم منك، كويس انت كريم، شكرا على مقابلتك. طيب انت ايش اللي عجبك بهذه الفكره انه الطلاب يبيعون الاكل ويجمعون فلوس؟ يعني ايش اكثر شيء عجبك انك تبيع كل شيء تصير مشهور ولا تجمع فلوس؟ عشان نتدرب على كيف ابيع وكيف اسوي اشياء. يعني تبغى تصير تاجر بس تكبر ان شاء الله؟ يلا ورينا بس كيف تبيع. كم جمعت فلوس حتى الحين؟ يعني ايه قول لنا بس اول شيء ايش الاشياء اللي تبيعها؟ ابيع ضمنه، ابيع كنت ابيع اشياء كثير بس خلص العاب يعني. طيب وكم جمعت فلوس؟ شكلك مجمع كثير ما شاء الله. يلا الله يعطيك العافيه، شكرا على مساعدتك لنا. طيب ايش ممكن نسالك يا احمد، ايش اللي عجبك بهذه الفكره؟ يعني انت ايش اكثر شيء يميزك انه مثلا تجمع فلوس ولا تبيع كل شيء ولا انك تخليك مشهور مشهور مشهور؟ فلوس. والله شايفك مجمع كثير ما شاء الله. طيب ايش كنت تبيع؟ ايش الاشياء اللي خلصت كنت تبيعها؟ وايش الاشياء اللي كنت What are the things you were selling and they finish? بيتزا، only بيتزا. بيتزا and ice ودايما شايف كاندي وقهوة وأشياء وكتكات. This is corn, popcorn. Okay, thanks for visiting us. You're welcome. شكرا. هذه الفكرة اليوم انه يكون في يوم للبيع، يعني ايش اكثر شيء عجبك انك تجمع فلوس تخلص اشيائك ولا تصير مشهور كل الطلاب يلتمون عليك يشتروا ولا ايش؟ ابيع تجمع فلوس يعني. والله شايفك خلصت ما شاء الله، ايش الاشياء اللي تبيعها ممكن تقول لنا؟ زي البقالة خلاص. اوكي طيب تبغى تصير تاجر؟ اي يلا شكرا، مع السلامة. ايش الاكثر شيء عجبك في هذا اليوم؟ يعني ايش الميز اللي حبيت انك تجمع فلوس تبيع كل شيء ولا تصير مشهور انه الناس يلتموا حواليك ويشتروا؟ كل هذا كله. يعني ايش ممكن تقول لنا ايش الاشياء اللي تبيعها؟ الشيتوس والكيندرز وكلها كل هذه الاشياء. طيب شكرا ساعدتني. عفوا. شكرا. سلام، ايش اسمك؟ عامر. اي فصل؟ 6A. طيب ممكن نسالك سؤال؟ تفضل. ايش اكثر شيء عجبك في هذا اليوم؟ يعني ايش الميزه اللي حبيت تجمع فلوس تبيع كل شيء ولا تصير مشهور كل الناس يلتموا حواليك ويشتروا منك؟ يعني هذه تدريب للمستقبل، يعني اذا كبرت وصرت تاجر هذه بتساعدك على بالتدريب تريننج.
عجبك في هذا اليوم؟ يعني اكثر ايش اكثر شيء عجبك في هذا اليوم؟ يعني انك تبيع تجمع فلوس، ولا مثلا انك تصير مشهور كل الطلاب يلتموا حوالينك ويشتروا منك؟ اني ابيع. طيب يعني 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 انت شايفك والله بيع كل شيء، طب ممكن تقول لنا انت ايش كنت تبيع؟ عشان اعطي الناس، عشان اعطي الناس الاشياء ولا اخذ فلوس. يعني ايش الاشياء اللي تبيعها؟ اكل، دونتس، العاب؟ كنت ابيع العاب ودونتس وشيبس. شكرا، ساعدتني. اقول عفوا. تجربه مدارس الرواد ديت الحمد لله، يعني احنا بنشكر المدرسه عليها. هي مش اول مره تتم، هي بتتم من الاعوام السابقه. ابني كان في جريد 3 وبرضه عملوا نفس الموضوع اللي هو تاجر الرواد. نفس الكلام حصل السنه دي الحمد لله. ابني كان مشتاق جدا ان هو يشترك مره اخرى. التجربه دي مفيده لان المدرسه مش بس جدران وكراسي وترابيزات بيقعد عليها الطالب ويسمع لي الناحيه الاكاديميه للمعلم. هي مش عمليه بس تنميه الناحيه الاكاديميه، لا، ولا برضو تنميه الناحيه السلوكيه فقط، لكن ربط، يجب ربط العمليه التعليميه داخل اسوار المدرسه بما يحدث خارج المدرسه. يعني ربط العمليه الاكاديميه بالناحيه الواقعيه، خروجه للعالم الخارجي بيتعامل في مجال بيبيع وبيشتري من تجار، بيدخل ماركتس، بيتعامل مع اخرين، فلازم تربطه علاقه مع الاخرين، لازم يعرف يتكلم، يتحاور، يعرف حتى الحساب، يطبق عمليه العمليات الرياضيه اللي بياخدها حتى في المدرسه خارج المدرسه اثناء تعاملاته اليوميه. دي حاجه بتحصل يوميه، والتجربه ديت بتثقله وبتنمي شخصيته في التعامل كمان مع الاخرين، مش بس عمليه شراء وبيع. اليوم يعني ايش الميزه اللي حبيتها؟ انك تجمع فلوس تبيع، ولا يعني ولا انك يعني تصير مشهور كل الناس يلتفوا حواليك؟ عشان هذه كانت شغلة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عبد الله قل لنا ايش اللي عجبك في هذا اليوم؟ يعني ايش اكثر شيء عجبك؟ تبيع، تجمع فلوس، ولا تصير مشهور كل الناس يلتفوا حواليك؟ شاشات حمايه، كان في سماعات ومسكات جوال، شواحن، وشاشات حمايه بس. شكرا، ساعدتنا. قل لنا ايش اكثر شيء يا ليس عجبك يعني بهذه المدرسه بهذا اليوم؟ البيع، يعني تجمع فلوس تصير مشهور يلتفتوا لك حواليك، ولا تتخلص كل شيء؟ لا، اجيب فلوس. اجيب فلوس. طب ممكن نسالك سؤال؟ يا مشهور، تبغى تصير تاجر؟ طب قل لنا ايش انت قاعد تبيع قبل ما يخلصوا الاشياء؟ ايش كنت تبيع؟ كنت ابيع سبينر وكرات سلايم بالشبكه، كنت ابيع ترمس وكوكيز. يعني ما شاء الله كثير اشياء. شكرا، ساعدتنا. طب ممكن تقول لنا يا عبد الله ايش اكثر شيء عجبك في هذا اليوم؟ يعني ايش الميزه اللي حبيت؟ تجمع فلوس، تخلص كل شيء، ولا تصير مشهور كل الناس يلتموا حواليك ويشتروا؟ كل الناس يلتموا حواليا وتخلص البضاعه. طب ما شاء الله شكلك خلصت كل شيء، بس ممكن تقول لنا ايش الاشياء اللي تبيعها؟ بعت هوت دوغ وبانكيك. يعني هوت دوغ، يعني تسوي هوت دوغ وتعملها. ما شاء الله شايفينك جمعت كثيرة ما شاء الله، الله يعطيك العافية. شكرا، ساعدتنا. انت ايش قاعد تبيع لنا لو سمحت؟ في سندويشات دجاج، في سندويشات لحم، قبل كان في ورق عنب بس خلص، وبانكيك خلص، وفي شوكولاتة هوت شوكليت خلص بعد. ممكن نسألك سؤال ثاني؟ تفضل. ليش حبيت، يعني ليش الفكرة جت انك تبيع هذه الاشياء؟ ليه ما بعت اشياء ثانية زي همبرجر، بيتزا، دونتس؟ ليه؟ صحية تحب، ولا امك سوتها، ولا ليه؟ لانه هذه كلها شغل في البيت، يعني ما بعت ولا شيء شغل برا، يعني هوم ميد، هوم ميد صحية. تفضل، تبغى تقول لنا شيء؟ انا الحمد لله كسبت باشيائي، واللي بعتها بانكيك، وبعت بعد زيادة غير البانكيك هات دوغ، وكسبت الحمد لله وفلوسي كثرت. الله يعطيك العافية، يعني انت بعت كثير اشياء ما شاء الله. اي الحمد لله.
طيب تبغى تحب تصير تاجر في المستقبل، يعني تصير تفتح محلات ضخمة؟ اي ان شاء الله. يلا ان شاء الله، شكرا. رأي شوية طلاب على اليوم. السلام عليكم، إيش اسمك؟ أدهم. أي فصل؟ 4A. قول لنا إيش اللي عجبك في هذا اليوم؟ إن في ناس كثار ويشتروا بزيادة ففي مكسب. يعني أنت حبيت إنك تشتري وتساعد الطلاب إنهم يصيروا تاجرين؟ إيه. ممكن لو سمحت تقول لنا إيش بيع، إيش قاعد تبيع؟ أبيع ذرة وبليلة وتسالي، منها الأوريو والأعواد لذات الشوكولاتة والفشار. يعني والله ما شاء الله شايفك تبيع مرة أشياء ما شاء الله. طيب تحب تصير تاجر في المستقبل؟ يعني أنت مبسوط إنك قاعد تبيع؟ الحمد لله، يا ليت تتكرر هذا. قل لي إيش اللي عجبك في هذا اليوم؟ اللي عجبني ولد اسمه حمد بيبيع كوكيز وكافي. يعني تحبه، هو صديقك؟ هو فصلي. ايه لا، احنا شوف سؤالنا انك ايش حبيت، قصدنا ايش اللي عجبك في اليوم؟ يعني الطلاب مجتمعين انهم يدفعوا فلوس كثير، انه الطلاب يبيعوا كل شيء ولا ايش؟ اللي عجبني انه كل الطلاب بيبيعوا اشياء وانا يعني هيك بحب اشتري منهم. طيب يعني اذا تكرر هذا تبغى انك انت تبيع؟ ايه بس انا كنت ابي ابيع بس خلص البيع علي وانا ما. يلا ان شاء الله تقدر تاخذ فرصتك السنه الجايه. شكرا، ساعدتك. طب قل لنا ايش اللي عجبك هذا اليوم؟ اشتريت يعني اذا عادوها ان شاء الله تبغى تشتري ايه؟ عندك يعني انت اللي تبيع. ايه يا طيب، شكرا ساعدتنا. طيب ايش اسمك؟ نواه. اي فصل؟ 4A. طيب انت ايش اكثر شيء عجبك هذا اليوم؟ اكثر شيء عجبني هذا الواحد كان قاعد هناك عطاني سنيكرز كبير بس ب3 ريال. يعني مو قصدي كذا، انا قصدي ايش عجبك؟ ان يعني الطلاب مجتمعين انه في كثير يبيعون وانه قاعد يدربون عشان يصيرون يسرون الكبار. يعني اذا عادوها تبغى انت تبيع المره الجايه ان شاء الله؟ ايوه. طيب شكرا. ايش اسمك؟ محمد. اي فصل؟ 5K. طيب قل لنا يا محمد ايش اللي عجبك في هذا اليوم؟ اشتريت. ايش الميزه اللي حبيتها؟ في بيتزات كثيره ميزه حلوه، وفي كثير من الكب كيكات والبسكويتات والعصائر الشوكولاته الحليب الشوكولاته. يعني تحس انه البيع مشتهر؟ ايه. طب يعني اذا عادوها تبغى انت تبيع؟ ايه ايوه. طيب شكرا ساعدتنا. ايش اسمك؟ عمر خالد. ابتسم. كيف حالك؟ اي فصل؟ انا 5A. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب انت ممكن تقول لي ايش تبيع يا عمر؟ ابيع مشروبات واندومي. شايفينك بعت ما شاء الله كثير. طب انت ليش حبيت تبيع هذه الاشياء؟ ليه ما فكرت انك تبيع شيء ثاني، دونت او بيتزا؟
لأن أنا حسبتها ولقيت إن هذه الأشياء أكثر الأشياء اللي تتباع عادة. يعني لو تبغى تقلد عشان ما أحد مثلاً ما يقل عدد اللي يشتروا منه؟ إيه. يا يعني صح، يعني استخدمت العقل، فكرة حلوة. طيب سؤال، تبغى تصير تاجر في المستقبل؟ لا، أبي أصير دكتور أحسن. طيب شكراً. حاتم بن أحمد عودة، رائد النشاط في مدارس الرواد العالمية. نشكر الأخوة في قناة المجد الفضائية على حضورهم الدائم لبرامج وتغطيتهم لهذه البرامج في مدارس الرواد العالمية. برنامج تاجر الرواد هو أحد البرامج التي تنظمها مدارس الرواد العالمية كل سنة على مدار العام الدراسي، قد تكون مرة أو مرتين. طبعا نشجع الطلاب في هذا البرنامج على البيع والشراء وكسب الرزق من عمل يده، وهذا من الأعمال المباركة التي حث عليها الإسلام وأشاد بها. إلى هنا وصلنا لنهاية حلقتنا أعزائنا المشاهدين في برنامج صوت وصورة. زي ما شفتوا رحنا بمدارس الرواد العالمية، وكان اليوم تجار الرواد الطلاب يبيعوا وكل شيء. وإن شاء الله تتابعونا الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.